مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لمناقشة فرص العودة إلى المسار السياسي على ضوء تصاعد العمل العسكري في الميدان. على بعد أيام من لحظة العودة إلى مفاوضات الكويت بعد تعليقها، يبدو المسار السياسي مسدودا وغير واضح، خصوصا مع تصاعد الأعمال العسكرية على الأرض وتزايد التصريحات الناقدة لأداء المبعوث الأممي خلال الجولة السابقة من المفاوضات. على الأرض يبدو ما يحدث وقد تجاوز خانة الخروقات التي كانت قائمة خلال الجولة السابقة من مشاورات الكويت، وصارت الآن حربا حقيقية تشتد على كل الجبهات من باب المندب جنوبا إلى ميدي والجوف شمالا. على المستوى السياسي جاءت تصريحات وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي في المشاورات وحديثه عن اهتزاز ثقة الحكومة بالمبعوث الأممي وأدائه خلال شهري المفاوضات في الكويت وتراجعه عن كل المرجعيات المقرة في خارطة الحل التي قدمها. جاءت هذه التصريحات لتكشف عن خلل المسار السياسي القائم وعن تعقد المشهد أكثر فأكثر، وهما يلقي بشكوك على جدية المسار السياسي واحتمالات عودة الوفد الحكومي إلى مفاوضات لم تحقق أي تقدم خلال شهرين. يضاف إلى ذلك الحديث عن تسويات واتفاقات غير واضحة المعالم خارج مسار مفاوضات الكويت، على ذلك يلقي بمزيد من التحديات كل ذلك عفوا يلقي بمزيد من التحديات أمام المسار السياسي القائم ويبعث التساؤلات القديمة عن جدواه، وفيما إذا كان لا يزال خيارا لحل الأزمة اليمنية. فرص العودة إلى طاولة المفاوضات ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة، ولكن قبل النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. كل ما يجري على الأرض يشي بعودة الأمور إلى نقطة الصفر، وقائع التصعيد العسكري وتصريحات الساسة وحديث متزايد عن مواجهة كبرى تلوح في الأفق. ليس جديدا أن تطفو البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء على سطح أحداث الصراع الساخن والمتجدد والمتشعب بمختلف تداعياته وانعكاساته، فالمنطقة تحاصرها قوات الجيش الوطني منذ أشهر، وتتحدث الأنباء الراهنة عن تقدم قوات الجيش الوطني على أكثر من جبهة بعد صد هجمات عديدة للميليشيا خلال الساعات والأيام الماضية. ذكر أن قوات الجيش الوطني تتحرك من موقف الدفاع للهجوم. هل تنتصر المدافع على الجهود الدبلوماسية أم ستسبق خارطة الطريق الأممية خارطة الحل العسكري؟ وما هي الخيارات المطروحة أمام التحالف العربي في هذا التوقيت؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان اليمنيين وتبحث عن إجابة، لكنها تتعثر وتصطدم بتعقيدات الصراع وكواليس الجهود الدبلوماسية، بينما تجد في حديث الساسة ما يشي باقتراب أم المعارك فعلا. يقول رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تقترب بشكل كبير من العاصمة صنعاء، مشيرا إلى قرب صدور أمر أو قرار رئاسي للقوات المسلحة بتحرير العاصمة ما لم تنصاع الميليشيا للحل السلمي. تصريحات وزير الخارجية جاءت بعد حديث عن احتمال فشل المفاوضات، حيث قال الوزير إن ثقة الحكومة في المبعوث الأممي اهتزت بعد تقديمه مشروع خارطة طريق لم تلتزم بالمرجعيات الثلاث للمشاورات، لكنه أكد أن الحكومة لن تجازف بتنفيذ أي اتفاق قبل تنفيذ خطوات بناء الثقة تعتمد على وقف إطلاق النار وفك الحصار. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع ضيفي من الرياض مستشار رئيس الجمهورية وعضو الوفد الحكومي الدكتور محمد موسى العامري. دكتور كل عام وأنت بألف خير. كل عام وانت طيب، تقبل الله منا ومنكم والمسلمين جميعا. مرحبا بك دكتور معنا. إذا بدأنا من تصريحات الوزير المخلافي الأخيرة عن عدم التزام ولد الشيخ بالمرجعيات المتفق عليها، هل يعني ذلك بأنكم لن تعودوا إلى مفاوضات الكويت لمناقشة هذه الخطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين جميعا. أخي الكريم، الحقيقة أن 75 يوما من المشاورات كانت كافية لمعرفة نوايا الوفد الانقلابي وأنهم في الحقيقة غير جادين إطلاقا في هذه المشاورات، ولا يريدون سوى الحصول على شرعية لهذا الانقلاب العدواني الذي قاموا به في اليمن. هذه واحدة. نعم. الثانية أن يعني
هذه الفترة يعني لم يتفق فيها على شيء، حتى المختطفين والمحتجزين الذين نص القرار الدولي على الإفراج عنهم فورا وبأمان لم يفرج حتى عن واحد من هؤلاء. الشيء الثالث أنه في الحقيقة لابد من إذا يعني تم الاتفاق على العودة أن تكون هناك خطة واضحة أو تكون هناك أجندة واضحة جلية لا لبس فيها لمسألة أو لسير أو كيف سيكون سير هذه المشاورات. يكفي الفترة السابقة التي ذهبت. نعم ربما المرجعيات دكتور محمد ربما المرجعيات هي واضحة منذ بيال السويسرية، وأنتم ذهبتم إلى الكويت على أساس تنفيذ هذه المرجعيات وإعلان الحوثيين والرئيس المقلوع بأنهم جاءوا لهذه المفاوضات لتنفيذها وفقا للقرار الأممي، لكن ما حدث كما تحدث 70 يوم من المفاوضات دون جدوى، حتى لم يوقعوا على هذه المرجعيات التي كان من المتفق عليها أن تبدأوا في التفاوض فيها. إذن السؤال الآن، إذن أمام هذا المغالطات وأمام وصولكم إلى قناعة كبيرة بأن الميليشيا لن تنصاع وأنهم عبارة عن شرعنة لإنقلابهم، ما جدوى إذن استمراركم في هذه المفاوضات؟ الواقع أنه سيكون هناك اجتماع في يوم الاثنين القادم لفريق المشفرات مع فخامة رئيس الجمهورية بقصد تقييم هذه الفترة التي مرت سابقا، وبقصد النظر في أبعادها وعن مدى الفائدة التي يمكن أن تكون مرجوة في حال ما إذا قرر الفريق العودة إلى المشاورات. إلى ذلك الوقت أعتقد أنه من المهم أن ننتظر ما هي نتائج او ما هو التقييم الصحيح لما مضى، ثم على ضوء ذلك يمكن ان تتخذ الخطوه التاليه. لا شك انها كانت مشاورات غير مجديه غير نافعه، لم يتوصل فيها الى شيء، وبالتالي يعني يجب ان يكون هناك قرار جماعي من مؤسسه الحكومه من الرئاسه حول الاستمراريه من عدمها. نعم هذه الخطة دكتور محمد الذي جاء بها ولد الشيخ ويبدو أنه يمضي بهذه الخارطة، هل يعني هناك يعني ضوء أخضر مثلا للمجتمع الدولي لفرضها عليكم بالقوة وستنصاعوا لها؟ هذه يعني هي عبارة عن آراء وأفكار يطرحها المبعوث الدولي، لم نتفق وياه ولا مع الفريق الآخر على شيء منها، هي عبارة عن استخلافات هو يطرحها كرأي، ليس هناك فرض رأي بالقوة، هناك قرار دولي هو الذي يلزم الطرف الانقلابي بالإنصاع له، هناك يعني إجماع على أن هذه أعمال عدوانية وانقلابية، أما مسألة فرض الرأي بالقوة ما هو الفرض الله؟ هنا يعني أمامنا قرار دولي واضح لا لبس فيه، أولا تطبقه هذه الميليشيات ويفرض المجتمع الدولي أولا على هذه الميليشيات تطبيق هذا القرار، وبعد ذلك نتكلم عن أي رؤى عن أي أفكار أخرى يمكن أن تكون مفيدة للشعب اليمني. نعم فيما يخص دائما تصريحات ولد الشيخ، هناك تقدم في مسار المحادثات، هناك يعني المفاوضة تمشي بصورة جميلة وهناك قرب للحل السياسي وسيعلن عنه قريبا، عن أي مساعي يعني يتحدث ولد الشيخ وعن أي تفاؤل رغم عدم وجود أي نقطة تم الاتفاق عليها؟ حتى في ملف الأسرى والمخفيين قسرا هذه النقطة التي كنت قد تقدمت فيها المفاوضات بشكل إيجابي لم يحدث منها شيء على الواقع. والله هو في الحقيقة يعني بالنسبة للمبعوث الأممي هو حريص على أن يحقق نجاحا وحريص على أن يوصل رسائل يعني فيها شيء من التفاؤل، لكن نحن قد كاشفناه بصراحة وقلنا له أن كثيرا من هذه الأحلام التي تطرح على الناس تخالف ما يجري على الطاولة، وبالتالي يعني هو يرى أن هذا هو الأنفع من وجهة نظره، لكن نحن نرى أن هذا نوع من توزيع الوهم على الناس ومن إعطائهم يعني شيء من الأحلام التي تخالف ما يجري على الطاولة، وبالتالي يعني المصداقية مهم والحقيقة يجب أن تكون كما هي وأن تظهر للناس بجلاء. نعم لكن في الواقع لم يتفق على شيء حتى الآن. نعم إذن شكرا جزيلا لك مستشار رئيس الجمهورية وعضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الكويت الدكتور محمد موسى العامري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم إلينا الآن من الرياض أيضا رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء كل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة. مرحبا وأهلا بك سيادة اللواء. ربما يعني الحديث الذي كان يتحدث فيه عن المبعوث الأممي عن التزام الطرفين بوقف العمليات القتالية خلال الفترة السابقة
وأيضا تعليق المشاورات إلى بعد العيد، زاد التصعيد على الميدان واحتدمت المعارك في كل الجبهات. كيف تقرأ هذا يعني هذا التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي في الجبهات الذي يتناقض مع تصريحات المبعوث الأممي؟ شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير. هم يا عزيزي لم يهدئوا علشان نتهمهم بالتصعيد. التصعيد كان منذ الدقائق الأولى لما سمي بالهدنة، والحرب لم تتوقف، وتوسعوا يعني محاولتهم للتوسع دائمة الاستمرار، محاولتهم كسب أراضي جديدة دائمة الاستمرار، لكنهم يصدون بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية. احنا حينما نقول أنه في تصعيد معناه أنه كان حصل تهدئة، ما حصلش تهدئة أبدا في جبهة تعز والقبيطة، في وازعية، في مأرب، في الجوف، في فرضة نهم، في كل المناطق يعني. هم يتقدمون في أكثر من مكان ويريدوا أن يحققوا مكاسب على الأرض يساوموا بها. بالنسبة لكم في الجيش الوطني، هل نستطيع القول الآن أن هناك لديكم عمل عسكري لاستعادة مناطق جديدة للتقدم أكثر، أم ستظلون في موقف الدفاع فقط؟ لا أبدا، الجيش الوطني جاهز لتنفيذ المهمة الاستراتيجية الكبرى، لكنه ينتظر قرار سياسي، وليس هناك من عملية اتجه إليها الحوثيون والانقلابيون في أي موقع ويريدون أن يعني يسيطروا على أراضي الجزيرة إلا وهزموا فيها، وتمكن الجيش والمقاومة من تحقيق انتصارات سواء في نهم أو في الجوف أو في غيرها. يعني هذه مسألة واردة. أما مسألة تحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر وهو استعادة الدولة والعاصمة وتحرير المناطق، هذه مرهونة بقرار سياسي من رئيس الجمهورية. إذن بعد كل هذه المفاوضات التي ربما حكم عليها بالموت قبل انتهائها، 70 يوم من المفاوضات، يعني توسع ميليشيا الحوثي ومحاولة تعزيز جبهتها بكل يعني ألم تكفي لأن يتخذ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قرار يعني اتجاه نحو الحسم؟ ربما طال الوقت، الكثير ينتظر متى يعني تشرعون في هذه العملية التي تتحدثون عنها لفترة طويلة بأن الجيش مستعد والمقاومة مستعدة. الجيش الوطني، الأمر ليس بيد الجيش الوطني ولا المقاومة، المسألة كما قلت لك متصلة بقرار سياسي من رئيس الدولة. الجيش والمقاومة يتصرفوا ويقفوا كمؤسسات في ظل دولة، والوفد الحكومة في الكويت تصرف كوفد دولة وليس وفد ميليشيات. لابد أن يكون هناك فرق، والفرق واضح بين الميليشيات وسلوكياتها وأخلاقياتها وتصرفات ممثليها وبين وفد الدولة وجيش الدولة والمقاومة التابعة للدولة. هذا لابد أن يكون واضح يعني. نعم. لا يستطيع رئيس الأركان ولا نائب الرئيس أن يصدر قرار بالحسم. هذه ترتبط بقرار كما قلت لك سياسي سيادي، رئيس الجمهورية، القائد على القوات المسلحة، والقوى السياسية الشريكة بشكل مباشر في العملية السياسية وفي النضال من أجل استعادة الدولة. نعم. هذه هي نعم. طيب سيادة اللواء، تكرم بالبقاء معنا، نشكرك معنا في الحديث من الشارقة الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور مساء الخير، كل عام وأنت بخلف صحة وعافية. أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا بك دكتور. يعني ربما في هناك اهتزاز في الثقة ما بين الوفد الحكومي وأيضا المبعوث الأممي، كما صرح وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بعد أن يحاول ولد الشيخ فرض خارطة الطريق لم يتفق عليها مسبقا ولم يتشاور فيها مع الوفد الحكومة الشرعية. أنا لا أدري بالضبط ما هي السيناريوهات التي تمت في الكويت، ولا أعتقد بحال من الأحوال أن الأطراف المختلفة في وارد عدم معرفة الحقيقة الموضوعية المتعلقة بجهاز الأمن العام للأمم المتحدة. وهذا الكلام كررناه مرارا ودائما وأبدا، وقلنا دائما أن هذا الجهاز، الختام للأمن العام للأمم المتحدة، هو جهاز تسوية وجهاز إصلاح ذات البين بين الأطراف المتنازعة، هكذا يستخدمون هذه العبارات الصريحة الكلام، وليسوا مخولين بحال من الأحوال في أن يكون لديهم موقف راديكالي أو جذري يتناسب مع مجلس الأمن الدولي أو قرار مجلس الأمن الدولي. قرارات مجلس الأمن الدولي ذات القوة القاهرة والجبرية إن لم تكن مشفوعة بموقف دولة عضوة دائمة العضوية في مجلس الأمن وراغبة في حل هذه المسألة على قاعدة القرار الدولي، فإن جهاز الأمان العامة ليس له بحال من الأحوال أن يكون فاعلا في هذا السبب. نعم. ولهذا السبب كان معروفا لدى الجميع
لدى الشرعية ولدى الانقلابيين أيضا كان معروفا لدى الجميع أن هذه الجهود التي تبذل على مستوى التسوية السياسية هي جهود بروتوكولية، هي جهود باحثة عن محاولة الحصول على الإبرة وسط كوبة من القش المتراكم. ربما حتى هذه القشة دكتور، نعم دكتور، ربما حتى هذه القشة يعني لم يحصلوا عليها حتى هذه اللحظة، ربما هناك مفاوضات عبثية كما يعتبرها الكثير. الآن كنت يعني أتحدث الآن، هذا كان واضحا منذ البداية يا عزيزي، هذا الكلام كان واضحا منذ البداية وكان واضحا تماما بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه الحوثيون والمتبرعون التابعون لعلي عبد الله صالح، والذين ذهبوا إلى الحوار لتفشيل الحوار، والذين ذهبوا إلى التسوية لإفشال التسوية. نعم. تبع لذلك ليس من المتوقع بحال من الأحوال من هؤلاء أن يكونوا متسقين مع العملية السياسية وأن يقبلوا بها. نعم. ولهذا كان من الضرورة بما كان أن تكون الشرعية واضحة في رؤيتها تجاه هذه المسألة منذ البدايات الأولى. نعم. إن كان ولا بد من حسم لهذه المشكلة فلا بد أن يكون في الميدان. نعم. في الميدان ربما دكتور. نعم. دكتور ربما أيضا يعني السيادة وهو الآن معنا أيضا على الجانب الآخر محسن خسروف، هناك استعداد كبير، الجيش الوطني على هب الاستعداد، المقاومة الشعبية يتحدثون كل يوم تصريحات قوية بأنهم مستعدون وينتظرون قرار من الحكومة بالحسم وهم مستعدون لذلك، إذن ما الذي يمنع الحكومة الشرعية من اتخاذ هذا القرار وإنهاء هذه المهزلة من المفاوضات العبثية الفاشلة كما يقول الكثير؟ على الشرعية ممثلة بالمؤسسة الرئاسية والمؤسسة الحكومية أن تتموضع في الداخل اليمني أولا، هذا هو الحسم السياسي، هذا هو الحسم المعنوي والأخلاقي، ثم بعد ذلك تستمر العملية العسكرية، لكن لا يجوز ولا ينبغي بحال من الأحوال أن تدار الأمور من الخارج، ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يتم تسليم وقائع الأرض لتبلورات موضوعية كيانية على الأرض. ما سيحصل إذا استمرت الأمور على هذا النحو واستمرت المؤسسة الرئاسية والحكومية خارج الوطن، يعني تماما أن قوة جديدة ستنشأ على الأرض وسنذهب إلى حالة من الصوملة وحالة من الحالة السورية وما أشبه ذلك. نعم. طيب دكتور أعود إلى سيادة اللواء محسن خسروف، سيادة اللواء ربما خلال الأيام الماضية كانت هناك تعزيزات عسكرية وصلت إلى محافظة مأرب وكان الحديث يدور عن عودة العمل العسكري بقوة، هل ننتظر عملية عسكرية على أبواب صنعاء أم أن هناك ضغوطات تمارس بعدم دخول صنعاء عسكريا؟ هذا هو العنوان الأبرز في المرحلة الحالية، المجتمع الدولي والكبار لا يمارسون الضغط إلا على الحكومة، إلا على وفد الشرعية، إلا على الرئيس عبد الرب منصور هادي، في الوقت الذي لا يتعرض وفد الانقلابيين لأي نوع من أنواع الضغوط. بالعكس، هذا المشروع الذي قدم كخارطة الطريق يعني هو يتماهى تماما مع الاتجاهات وأهداف الانقلابيين، هو يشرع لهذا الانقلاب. يعني إذا كان القرار 22/16 يتحدث عن تركيب معين، تراتب معين لتنفيذ هذا القرار، هم يريدون أن يقدموا ويؤخروا بحيث يصبح هذا التقديم والتأخير فك ضمان للانقلابيين بأن يكونوا بأن يحصلوا على الشرعية، سواء من خلال تقاسم السيطرة على المؤسسة العسكرية والأمنية أو الحكومة. يعني في الوقت الذي يتحدث فيه القرار 22/16 على انسحاب وتسليم السلاح وعودة الدولة ومؤسساتها وعودة إطلاق المعتقلين والقيادة العسكرية، هم يتحدثون عن تقاسم يضمنوا فيه شرعيتهم، وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا. نعم. هذه القضية والعنوان الأساسي يعني. نعم. هل توجد لدى الحكومة مثلا خيارات بأن تمضي في الخيار المتاح أمامها أمام التجارب الكبيرة مع الميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في التفاوض وأيضا الخضوع لكل الضغوطات الدولية وتقوم بهذه العملية التي تراها مناسبة للأزمة في اليمن وبعيدا عن المجتمع الدولي؟ أنا أقول لك بضمير مرتاح، يعني طبعا أنا أحب أن أحيد صديق العزيز الدكتور عمر يعني. نعم. وكل عام والجميع بخير. يعني أقول يعني بضمير مرتاح أن الحوثيين أو الانقلابيين بشكل عام، الحلف الانقلابي يدفع المجتمع اليمني في اتجاه احتراب أوسع وأشمل، هو اختار الحرب ولم يختاروا العملية السلمية، أما السلام ومقتضياته ومعطياته فهي واضحة ليس فيها لا لبس ولا غموض، لكن من أراد أن لا يطاع أمره ما لا يستطاع، وهم الآن يدفعون في اتجاه الحرب أو يعني خيارهم هو خيار الحرب وليس خيار السلام.
لكن في الواقع ربما التقدمات التي حاولوا من خلالها في الأسبوع الأخير وخاصة في الجو في نهم كانت هناك رد قوي من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأيضا قاموا بالاستيلاء على العديد من المواقع التي كان يسيطر عليها الحوثيين، وهناك من يقرأ بأن الميليشيا تبدو أكثر ضعفا من أي وقت مضى. الجيش الوطني حقق انتصارات، أنا أعرف الكلام هذا، لكن شو هم كما قال الدكتور عمر عبد العزيز لا يريدون السلام، دخلوا في الحوار الوطني لإفشاله ويشاركوا في العملية السلمية لإفشالها، هذا هو منهجهم. لا تنسى أنهم انقلبوا على الشرعية عشية أن سلمهم أو في اليوم التالي لتسليم الرئيس عبد الرب منصور هادي للجنة الصياغة مسودة الدستور. هم لا يتصورون الدولة مجتمع فيه دولة مدنية وفيه انتخابات وفيه مؤسسات وفيه هيئات قضائية وفيه فصل بين السلطات، هم لا يريدون هذا، هم يريدون يعني سلطة تحكم العائلة والقبيلة والمنطقة والقرية والفرد والقائد الضرورة إلى آخره. هذه هي جوهر القضية، يعني حربهم الآن هي ضد الوصول إلى فكرة الدولة المدنية. نعم، أمام الوضع السيء سيادة اللواء، ربما أختم بهذا السؤال معك، في المناطق التي لازال يسيطر عليها الحوثيون، الجرائم التي يرتكبونها، القتل، إرعاب الناس، اختطاف الناس، فرض الإتاوات على الناس، ألا تكفي كل هذه من أجل أن ينتفض اليمنيون ويستعدون لدعم الجيش والمقاومة الشعبية لتحرير بقية المناطق؟ أنا أقول لك أن هذا صار زمنه قريب، هو مرهون بتحرك الجيش الوطني والمقاومة. حينما يرى المجتمع اليمني أن الجيش يتجه نحو استعادة الدولة، طبعا على أرضية وجود الحكومة والمؤسسات الدولة في الداخل اليمني، هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة. يعني الناس في إقليم أزال على وجه الخصوص قد بلغت القلوب الحناجر، يعني وهم ينتظرون عمل يترتب عليه رد فعل إيجابي من قبلهم، وسترى إن شاء الله عما قريب. شكرا لك. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة إلى لندن مع الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، في حال تمت العودة إلى الكويت أمام كل هذا التصعيد التي يقوم بها الميليشيا والخروقات التي لم تتوقف طيلة الفترة الماضية، هل يعني ممكن أن يكون أيضا عودة إيجابية؟ لا أتوقع بحال من الأحوال، ليس هنالك أمر جديد، يقال علامة المطر في السحاب، ليس هنالك من خير وليس هنالك شيء متوقع من هؤلاء البشر. هؤلاء ناس تعودوا على الكذب البواح، تعودوا على المناورة والمداورة، تعودوا على شراء الوقت لا أقل ولا أكثر، ثم بعد ذلك يقومون بمبادئات تكتيكية هنا وهناك ويعملون نوع من بالونات الاختبار هنا وهناك، ويقومون بأعمال تخريبية كتلك التي عاهدناها منذ ما بعد المبادرة الخليجية، عندما كان هنالك حكومة توافقية وكان يتم اغتيال الضباط وصف الضباط ويتم اسقاط الطائرات التابعة للدولة بكيفيات غامضة ويتم الاعتداء على أبراج الكهرباء والنفط وما إلى ذلك. هذا هو ديدا وأسلوب هذه الجماعات الميليشياوية ضيقة الأفق التي تقاد من قبل الرئيس السابق على عبد الله صالح ومن قبل الحوثيين. نعم. وتبعا لذلك هؤلاء لا جديد لديهم في تقدير الشخصي، واي عوده الى الكويت لا معنى لها. نعم. هي عمليه اضاعه للوقت ومحاوله سرقه الوقت من اجل اعاده ترتيب الاوضاع ميدانيا على الارض بكيفيه توهم الناس بانهم يقومون بمبادرات عسكريه هنا وهناك. نعم. وايضا من خلال التعطيل المتعمد لأسباب الحياة هنا وهناك من خلال التفجيرات والاغتيالات وكل هذه الأساليب المألوفة. نعم. والتي أصبحت مدرسة بحد ذاتها من زمن. نعم. بعيد نحن رأينا أن هذه المسألة مورست في عام 1990 ضد الحزب الاشتراكي اليمني، وكانت في حقيقة الأمر ممارسة ضد الوحدة الوطنية. نعم. وكانت ممارسة ضد هذا المشروع والحلم الكبير لليمنيين. نعم. وقد اغتالوا الوحدة وروح الوحدة في أفئدة قلوب الناس منذ ذلك الحين، وهم الآن يواصلون ذات المسار وذات العمل. نعم. يدور حديث. أنا أعتقد أن على الشرعية الآن في هذه اللحظة. نعم. أن تقوم بمبادئة مزدوجة، مبادئة ميدانية متوازية مع مبادئة سياسية وليست. نعم. مبادرة، والمبادئة السياسية أعني بها تحديدا عودة الجميع إلى الداخل. هل بقدرتها دكتور عمر أن تقوم بهذه العملية الإزدواجية في الميدان وفي المفاوضات، أم الضغوطات الدولية يعني تحول دون أن يقوموا بهذا الخيار؟ لا أبدا، العالم قدم لنا قرار 22/16 وهذا أمر في غاية الأهمية.
العالم ما زال يعترف بالشرعية حتى هذه اللحظة، كل دول العالم ما زالت تعترف بالشرعية حتى هذه اللحظة. العالم ينتظر أن تحسم المسألة على الأرض، ولن تحسم هذه المسألة إلا بمبادئة مزدوجة سياسية وميدانية، والمعنيون بالأمر هم الرئيس عبد الرب منصور هادي وكامل الطاقم الرئاسي والحكومي وكل من يلتحق بالشرعية، جميعهم معنيون بهذا الأمر. ليس بوسعهم فعل هذا الكلام، فعليهم أن يقدموا استقالاتهم ويتركوا الساحة. نعم، إذن يعني وفد الحكومة والحكومة الشرعية والرئيس ربما هم الذين يضيقون الخناق والمساحة الكبيرة التي يتحركون فيها بأنفسهم في إطالة هذه المفاوضات مع الميليشيا. أنا أسمي هذا حالة من التخلي الحر عن الشرعية. الشرعية تعني التموضع الميداني على الأرض، وأن يكون الجميع موجودين على الأرض، وأن تكون هنالك مبادرات سياسية أفقية شاملة، وأن يكون هنالك عمل ميداني شامل. هذا هو الذي سيعاضد اللحمة الوطنية الرأي للمستقبل والرأي للدولة الاتحادية اليمنية القادمة والرأي لضرورة الانعتاق من الحل التي نحن فيها. نعم. لكن ما يجري حتى هذه اللحظة هو تمكين ضمني للميليشيات، وتمكين ضمني للمشاريع الرجعية المتخلفة السلالية. نعم. وتمكين ضمني أيضا لمؤسسة الفساد الكبرى التي نعم. كانت سببا فيما آلت إليه الأمور في اليمن حتى نعم. هذه اللحظة. دكتور، يدور حديث أيضا عن تحملوا مسؤوليتهم. نعم، يدور حديث أيضا دكتور عن اتفاقات جانبية بين الميليشيا وأيضا الجانب السعودي خارج إطار المفاوضات القائمة. يعني إذا حدث مثل هكذا، ما هو تأثير على هذه الاتفاقات على المسار السياسي وعلى شكل التسوية المنتظرة؟ هذه السيناريوهات وهذه الأجندات التي يمكن أن تكون متبناها من أي دولة إقليمية مسألة تخص هذه الدول وتخص تقديرها لمصالحها وكيفية العمل من أجل تحقيق هذه المصالح. الشيء المهم أن الميزة الكبرى والنسبية التي تتمتع بها الشرعية اليمنية لن تتحقق، بما في ذلك الميزة إقليمية المعارضة للشرعية اليمنية لن تستمر إلا إذا كانت هذه الشرعية في مستوى المسؤولية التاريخية التي تتحملها في هذه اللحظة. نعم. بمعنى آخر، نحن لسنا معنيون بسياسات الدول الإقليمية، نحن معنيون بأمرنا الوطني بالدرجة الأولى. نعم. وخاصة النخب السياسية التي تتموضع في أساس الفعل السياسي والإرادة السياسية. هؤلاء جميعا عليهم أن يعرفوا أن هذا التأييد الإقليمي العربي والدولي أيضا هو تأييد غير مجاني، وتأييد لابد أن يظهر من خلاله أن هنالك تماسك في الشرعية، وأن هنالك تماسك في الوحدة الوطنية المغالبة للانقلاب، المغالبة للعمل الميليشياوي، والمغالبة للعودة والارتكاز إلى الوطن. نعم دكتور، الأمر الذي يفترض أن نعم دكتور، ربما يعني حزب المخلوع وأعضائه يعني الذين لا زالوا في صف الرئيس المخلوع انزعجوا من بعض هذه الاتفاقات أو اللقاءات ما بين المملكة العربية السعودية وبعض من رموز ميليشيا الحوثي، وظهر ذلك من خلال تصريحات ياسر العواضي بأن هذه المفاوضات لا تعنيهم، وأن أيضا نقل اللجنة الأمنية إلى الظهران الجنوب لا تعنيهم. كيف يمكن يعني أن تستغل الحكومة الشرعية ربما هذا الانقسام فيما بين سلطة الانقلاب وتعزيز حضور وموقف الشرعية؟ في كل عملية سياسية يا عزيزي هنالك مناورات تكتيكية، وهنالك أيضا تكتيكات سياسية تصد في مجرى خدمة الهدف من قبل كل الأطراف، كل فرقاء الساحة، سواء كانوا على مستوى الساحة اليمنية أو الساحة الإقليمية أو الساحة الدولية، هذا أمر معروف. وهنالك أيضا استراتيجيات، وتبع لذلك السياسي الحكيم والشجاع هو ذلك الذي يستطيع أن يوائم بين التكتيك والاستراتيجية. بمعنى آخر، علينا أن نقرأ مثل هذه الظواهر ومثل هذه التسريبات ومثل هذه الأقوال المجيرة في الغالب العام على التكتيكات السياسية المرحلية وعلى إعادة التحالفات بكيفية مختلفة، لابد من قراءتها في أفق يتسع لمعرفة الحقيقة الجوهرية والإمساك بالحقيقة الجوهرية وليس الانخفاض بها. نعم. هنالك بالونة اختبار تطلق كل يوم، وهنالك عديد من الأخبار التي تسرب كل يوم، وهنالك كثير من الأقوال التي تعمم خبريا وليست ذات مصدر، أي أنها ليست ذات مصداقية. وهذه الأشياء لا يفترض بحال من الأحوال أن تكون هي المؤشر الإبستيمولوجي لقراءة المشهد في واقعيته وفي حقيقيته. نعم. علينا أن نعرف الآن أن هذه الثنائية الواضحة فيما يتعلق بالتوصيف الإجرائي العام سياسيا، القول بالشرعية والتبرد،
هذه الثنائية لا تغني عن الحقيقة الأكبر وهي أن هنالك تعددية في داخلها، ولهذا لا نستطيع أن نقول أن كل المؤتمرين يؤيدون بالمطلق الخط الذي يمثله علي عبد الله صالح ومن يعارض علي عبد الله صالح. نعم. ولا نستطيع بالمقابل أيضا أن نتعامل مع الأحزاب اليمنية المختلفة كما لو أنها شريكة مغلقة ومستغلقة. نعم. شكرا جزيلا لك الباحث والمحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. الشكر أيضا لسيادة اللواء رئيس دائرة التوجيه المعنوي محسن خصروف، وكذلك لمستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد موسى العامري. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.